فيك يا أسير، بالرغم من دم ما فيك يا أسير. نعم أيها الإخوة، إن هذا المسلسل من الجرائم المستمرة من هذا الاحتلال بحق شعبنا سنرد له الصاع صاعين. ستكون كتائب الأقصى وكتائب القسام وإخواننا في الجهاد الإسلامي وفي كتائب أبو علي مصطفى وفي الكتائب الوطنية وفي كافة الكتائب سترد الصاع صاعين لهذا الاحتلال المجرم. اللقاءات الجماهيرية والمهرجانات الجماهيرية الداعمة والمساندة لأسرانا داخل السجون الصهيونية بلا أدنى شك أنها أداة ضغط على إدارة إصلاحات السجون من أجل أن تخفف قبضتها عن أسرانا داخل السجون الصهيونية، وهي تفضح جرائم الاحتلال الصهيوني ضدهم داخل السجون الصهيونية، هذه الجرائم المتعددة والمركبة والتي يؤكد الشعب الفلسطيني من خلالها أنه لا يمكن أن يترك أسراه لوحدهم يخوضون معركة الكرامة داخل السجون الصهيونية بلحمهم ودمهم وإرادتهم. لذا يقول الشعب الفلسطيني بأن أصابع المقاومين على الزناد، ولا يمكن أن يقر لنا قرار أو يهدأ لنا بال حتى يتم تحرير الأسرى، كل الأسرى من داخل السجون الصهيونية. ونطالب المنظمات الحقوقية الدولية بأن تتدخل للضغط على الاحتلال الصهيوني وتقديم قادة الاحتلال للمقصلة الدولية حتى ينالوا عقابهم جراء هذه الجرائم ضد الأسرى داخل السجون الصهيونية. للأسف هذه الفعاليات والحراك الجماهيري الذي تم اليوم لم يرتقي إلى حجم التضحيات التي يقدمها أسرانا الأبطال داخل السجون والمعتقلات الصهيونية. هذا الحراك ضعيف جدا موازاة مع الجرائم التي يتعرض لها الأسرى الأبطال داخل السجون. الأسرى عندما أكدوا بأنهم بحاجة وطالبوا الكل الفلسطيني للخروج إلى ثلاثاء الغضب، كانوا الأسرى يعولون على أبناء الشعب الفلسطيني أن ينتفضوا جميعا في كافة أماكن تواجد أبناء شعبنا الفلسطيني. اليوم هذا حراك هزيل مع قضية أسران الأبطال داخل السجون والمعتقلات الصهيونية. لذلك نحن اليوم نطالب الكل الفلسطيني أن يلتف خلف هذه القضية، قضية أسران الأبطال داخل السجون. الاحتلال الصهيوني ما زال لحتى هذه اللحظة يتغول في الاستجابة لأسران الأبطال وينتزع الكثير من حقوقهم ومس النظام الحياة لهم، وقام بإجراء العديد من الإجراءات التعسفية والمجحفة بحقهم داخل السجون والمعتقلات الصهيونية.